الإمضاء، وإن شاء الله في السنة المقبلة إن شاء الله سوف يكون لدينا منتوج لشركة فيات نهاية السنة إن شاء الله ل 2023 بإذن الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما سمعنا تصريحات وزير الصناعة، قال لك علامة فيات راح تكون حاضرة في السوق الجزائرية ابتداء من نهاية سنة 2023، لكن هنا راح يتكلم على تصنيع وتركيب علامة فيات في الجزائر، مش يتكلم على الاستيراد. لازم ننوه إلى النقطة هذه، لأنه التصنيع راح يسبق الاستيراد. هذه علامة فيات راح تقوم باستيراد سيارات إلى الجزائر، بعدها تقوم بتصنيع وتركيب السيارات في الجزائر. معناتها السيارات تاع علامة فيات قادر من شهر نوفمبر أو ديسمبر يبدأوا كاينين في الجزائر. وش اللي هي الحاجة اللي راح يخص باش علامة فيات تبدأ تصنع سيارات في تبدأ تستورد سيارات الجزائر؟ الآن لازم نستناو دفتر شروط استيراد السيارات اللي راح يناقشوه في مجلس الوزراء المقبل. ماهوش راح يكون مجلس الوزراء المقبل تاع الحد هذه، لكن الحد لمن هيك راح يناقشوا دفتر شروط تاع استيراد السيارات، واللي راح يتكلموا فيه على الدفتر هذا الجديد. وهذا الدفتر راح يخلي الوكلاء كذلك يجيبوا سيارات، ويخلي الشركات المصنعة تصنع تستورد سيارات في الجزائر. معناتها ان شاء الله على اقصى تقدير جانفي من سنة 2023 راح تكون كاينة سيارات بإذن الله، وبأسعار تنافسية. هذه نأكد ونعاودها، أسعار جد تنافسية. خلونا نحكيو على الطريقة كيفاش وزارة الصناعة راهي تتعامل باش تعقد صفقات مع مصنعين كبار. كاينة واحدة الاتفاقية يسموها كونفونسيون كادر، هذه اتفاقية يسموها الإطار. مثلا أي وزين حاب يصنع سيارات في الجزائر يتصل بوزارة الصناعة ولا المديرية العامة الخاصة بتطوير الصناعة في الجزائر، يسيني معها انجاجمون. مثلا مصنع، اي مصنع الماني يجي لوزارة الصناعة يسيني معهم اتفاقية ولا انجاجمون، باش هذه الانجاجمون كل فيها شروط تاع وزارة الصناعة الجزائرية، بعدها يقلع في استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر. نهار يسيني على الشروط هذوك ويقلع سوا وحده، ولا يختار متعامل اقتصادي جزائري شريك ويبدا يتعامل. هذه هي الطريقه اللي راهي تخدم بها وزاره الصناعه من اجل استقطاب مصنعين. نظن راح يكونوا مصنعين في الايام المقبله ان شاء الله، مصنعين اخرين على حساب اللي يتقبل الشروط تاع وزاره الصناعه، خاصه انه هذه حقيقه ما نكذبوها، ما لازم نقولوها ونوضحوها، انه حاليا الجزائر راهي تحتوي على المواد اللي تدخل في السيارات اللي تخليها تصنع السيارة بأقل تكلفة من البلدان الأخرى، خاصة الطاقة. نحكيه على الطاقة، كذلك اليد العاملة رخيصة نوعا ما، كذلك الموقع الاستراتيجي تاع الجزائر. نتمنى هذه الصناعة تنجح في الجزائر، وحنا قلنا ما راناش ضد الصناعة، لكن كنا نتمنى تكون صح كاين صناعة وحل المشكل. والآن رانا كامل نمشي في المسعى هذا، وإن شاء الله نشوفوا صناعة حقيقية في الجزائر، وتكون من بين أول الدول اللي راح تكون صادرات تاعها ماشي حتى السوق المحلي كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.